يا الشاوي يا نوارها. ساحرة هي مدينة شفشاون، جوهرة شمال المغرب الزرقاء برقيها وموروثها الحضري الماتع. تجاوزت شهرتها الحدود حتى أصبحت مقصداً للباحثين عن الإبحار في متعة الطبيعة وصبر أغوار حقب تاريخية بنكهة عربية وأمازيغية. قد لا تكفي العبارات ولا الصور لوصف جمال زرقاء المغرب، ساحرة قلوب كل من وطأت قدمه أرضها لروعة طبيعتها وغنى تاريخها وكرم ضيافة أهلها. يكفي أن تتأمل في منازلها المبنية على سفح الجبل وتتمشى في شوارعها الضيقة لتكتشف سحر فنها المعماري الأصيل. خير ما يمكن أن يعكس غنى وقدم المعمار الشاوني هذا البيت العتيق. هنا أقام مولاي علي بن راشد مؤسس المدينة، ومنه انطلقت بطولات أميرة الجهاد البحري شمال المغرب الأقصى وأشهر حاكمة في تاريخ المغرب السيدة الحرة. من هنا مرت أسماء مثقفين وشخصيات دينية رحلوا، وبقي النزل شاهدا على عصرهم محافظا على شكله الهندسي وخصوصياته المعمارية. هذا البيت معروف أنه بيت عتيق محترم لدى العامة والخاصة، أقدم منزل في مدينة شفشاون. المؤرخين اعتبروا أن علي بن راشد هنا بيته، وهنا بيت السيدة الحرة هنا بيتها. خصائصه 12 بابا تفضي إلى الخارج، هذا من خصائصه. الخاصة الموجودة هنا خاصة الماء، الفضاء المفتوح. لا ننسى أن المؤسس علي بن راشد عاش في الحمراء، كان صديقا لآخر ملوك بني الأحمر في غرناطة. ما رآه في قصر الحمراء قلده هنا من حيث نظام الري وساقية الماء والأبراج. بساطة في التصميم وبناء يعتمد على الحجارة والخشب والقرميد. مدينة الأندلس، لأن الأندلسيون الذين كانوا قد طردوا من الأندلس انتقل جزء منهم إلى فاس وجزء إلى سلا، ومنهم من ذهب إلى الشرق، ولكن من كان هناك في الأندلس في طبيعة جبلية تشابه شفشاون لجأ إلى شفشاون، وهكذا جاء إلينا الأندلسيون فاحتضنتهم المدينة. الأندلسيون لما قدموا إلى هنا قدموا بثقافتهم وقدموا بخصائصهم وهويتهم، فمن هذه الأشياء التي جاء بها الأندلسيون فن الزخرفة، فن النقش على الخشب، المعمار. المعمار الأندلسي يعتمد على أن المنزل يكون مفتوحا إلى الفضاء كما نرى في هذا المنزل المبارك، لا يكون بينه وبين السماء غطاء. الأمر الآخر وهو القرميد الأحمر، ثم النوافذ الصغيرة لكنها جميلة منمقة تعطي انطباعا خاص بفن الهندسة الدقيقة. اختارت دور الضيافة بها عدم الانسلاخ عن هويتها المعمارية التقليدية والحفاظ على طابعها الأصيل المنسجم مع البيئة والمحيط. من خصائص البيت التي ترتبط بمجال البيئة وصحة الإنسان أن الهواء دائما متوفر، المطر يسقط فينتفع منه الإنسان بحكم إمكانية وصوله إلى الداخل، أشعة الشمس مفيدة جدا لصحة الإنسان، فهناك تقاويس على مستوى الأقواس الهندسية، وهناك قرميد يغطي أسطح البيت حتى يحفظه من عوامل المطر والثلوج التي تتساقط، ومن أيضا العوامل البيئية التي تساعد على البيت هو البرودة في الطابق السفلي الذي يكون في البيت، والطابق العلوي يكون مجاور للسطح، بمعنى في فصل الصيف
يكون أسفل البيت باردا، وفي فصل الشتاء يكون العكس، يكون أسفل البيت حارا دافئا. بالنسبة لأي بيت في شفشاون لا بد أن تجد فيه سقايا أو نافورة مثل هذه، إما أن تكون مركونة في جانب من جوانب البيت أو أن تكون في وسط البيت. فهذه النافورة على سبيل المثال تاريخ بنائها هو من تاريخ بناء البيت، بمعنى حوالي 250 سنة وهذه النافورة أو السقاية قائمة في هذا المكان. نلاحظ هنا شكلا هندسيا بارعا، حيث أن القرميد يغطي النافورة، وأقواس متناسقة مأخوذة من الأشكال الهندسية المعمارية الأندلسية. هذا المكان يعتبر ثلاجة الوقت، ثلاجة 200 سنة من قبل، حيث كان الناس يدخرون هنا الأمور التي تقبل البرودة مثل العسل ومثل مواد الحبوب والقطاني التي تبقى صالحة للسنة. الاركتيكتور ديال لوتيل هادشي يعني فيه دي تروك ارتيزانال اللي كيعبروا على لا كولتور ديال المدينه ديال الشاون، وهذا بغينا نعيشوا داك يعني داك التجربه ديال السفر في مدينه يعني قديمه، ونكونوا في بلاصه ني حتى هي اللي قديمه. نغادر المدينة المقدسة كما كان يسميها الإسبان، وقلوبنا تمني النفس بأن تظل المدينة على شكلها المعهود وتقاوم المد الإسمنتي. فدور مرابط قناة الغد من مدينة شفشاون.